على محاور عدة، الجيش العربي السوري يتابع توجيه الضربات للتنظيمات الإرهابية. مصدر عسكري أكد القضاء على أكثر من 15 إرهابياً من تنظيم داعش في قرية البرغوثية بريف السلمية الشرقي باستهداف مقراتهم وتحركاتهم برميات المدفعية ونيران الرشاشات. وفي دير الزور نفذت وحدات من الجيش رمايات نارية مكثفة على أوكار ومحاور تسلل إرهابيي داعش في المدينة ومحيطها، وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد. عمليات تم خلالها تدمير مقرات ونقاط محصنة لإرهابيي داعش، موقعة عددا منهم قتلى ومصابين. الاستهدافات شملت محيط منطقتي المقابر والبانوراما وتلتي بروك وعلوش وحي المطار القديم. وحدة من الجيش اشتبكت مع أفراد مجموعة إرهابية أثناء محاولتها التسلل من اتجاه حي الحويقة للاعتداء على إحدى النقاط العسكرية، اشتباكات انتهت بإحباط المحاولة وإيقاع أفراد المجموعة الإرهابية بين قتيل ومصاب. ضربات متلاحقة يتلقاها تنظيم داعش الإرهابي بفعل عمليات الجيش العربي السوري التي قضت بتغطية من الطيران الحربي في الساعات الأخيرة على أكثر من 50 إرهابيا من التنظيم التكفيري بمحيط معبر نهر الفرات.